صباح الخير، صباح الخير من لبنان، وصباح الخير من كل عاصمة وإلى كل عاصمة أتيتم منها، فأنتم فعلاً اللبنانيون الذين لا تغيب عنهم الشمس، وبالتالي فإن وطنكم لا تغيب عنه الشمس ولن تغيب شمسه عنكم أبداً. لقد كان موضوع استعادة الجنسية اللبنانية، لقد كان نادرة يتندر بها المغتربون اللبنانيون، وكان يحملها بعض المهتمين من مكتب إلى مكتب ومن دائرة إلى دائرة ومن وزارة إلى وزارة إلى مجلس نواب. في أواخر 2015 صدر القانون 41، قانون استعادة الجنسية اللبنانية. في ذلك الوقت كثيرون قالوا إن هذا هو لأخذ الوقت، وقالوا هو زر للرماد في عيون المغتربين. طبعاً منذ صدور هذا القانون بادرنا كوزارة خارجية ومغتربين، وبالتعاون مع كل الإدارات المختصة وخاصة مع وزارة الداخلية، مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، بالإعداد لكيفية تطبيق هذا القانون. وفعلاً بدأت وزارة الخارجية بإرسال التعاميم إلى البعثات الدبلوماسية، وأعددنا دورة تدريبية للدبلوماسيين اللبنانيين في بيروت من أجل تطبيق دقائق هذا القانون، لأن حقيقة عند تطبيق القانون وعند تنفيذه هناك بعض التفاصيل التي يجب أن نبحثها وأن نجد لها الحلول. في هذه الجلسة طبعاً سنطلعكم وسيطلعونكم المشاركون الكرام، خاصة في الجانب الرسمي، إن كان حضرة رئيس اللجنة القاضي أيمن عويدات أو المدير العام للأحوال الشخصية السيدة سيزان خوري، سيطلعونكم على الأمور الإدارية والأمور القضائية وكيفية إعطاء أو استعادة هذه الجنسية. أود أن أبادر إلى القول إننا لا نمنح الجنسية في هذا القانون، إنما نعيدها لأصحابها. هؤلاء لبنانيون ولهم الحق بهذه الجنسية اللبنانية، لا نمنحهم الجنسية، إنما نعيد إليهم حقاً كان مفقوداً. طبعاً للجنسية اللبنانية وجوه كثيرة، ليست فقط مرسوم كالمرسوم الذي وقع قبل قليل، ليس فقط هذا الشيء، هناك وجوه اقتصادية. بعض النتائج الاقتصادية سيحدثنا فيها الدكتور شارل الحج، هناك بعض ما يجيش في النفس حول استعادة الجنسية سيحدثنا عنها سيادة المطران نيفون سيئلي، وكذلك الجمعيات اللبنانية المساندة لحملتنا في موضوع استعادة الجنسية. سيكون في هذه الجلسة سيكون مداخلات أيضاً للدكتورة لوز حرب، للأستاذ عبد الناصر الرفاعي، وسيكون هناك حديث عن اللغة العربية،
عن إعادة تفعيلها في الجاليات اللبنانية مع الأستاذ نبيه الشرطوني، وسيكون كلام عن المدارس اللبنانية وأهميتها في تعميق العلاقة مع الدكتور شئيم زهر، وكذلك سيكون شهادة للأستاذ ألفريد فرحة. كذلك سيكون هناك عرض أيضاً، سيكون عرض أيضاً للفينيشيان بوت سنقدمه في نهاية هذه الجلسة. سنترك مجال في آخر الجلسة للأسئلة والأجوبة، وآمل من المنتدين أن يتقيدوا بالوقت اللازم لذلك. أقدم لكم القاضي أيمن عويدات، رئيس اللجنة المختصة في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية. وقبل أن يتفضل بكلمته، أود أن أقول إن استعادة الجنسية لم تعد حلماً. حتى الآن الأشخاص الذين قبلت طلباتهم وهم على أبواب التوقيع 20 شخص، 20 شخص منهم أشخاص مفردين ومنهم عائلات، والحبل على الجرار. أستاذ أيمن، الرئيس أيمن عويدات، تفضل. تحب تحكي من هونيك أو من هون؟ تفضل. صباح الخير. بداية بحب حيي منظمي الاحتفال وزارة الخارجية والمغتربين، وعلى رأسها معالي وزير الخارجية والمغتربين، وبحيي الحضور المغترب والمقيم، وبنتشكركم على اهتمامكم بوطننا لبنان. كلمتي تقتصر على النواحي القانونية كوني قاضي رئيس للجنة استعادة الجنسية. صدر القانون رقم 41 بتاريخ 24/11/2015، حدد شروط استعادة الجنسية وقرر إنشاء لجنة تختص بالنظر بطلبات استعادة الجنسية. تنفيذاً لذلك أصدر معالي وزير الداخلية قراره رقم 873 بتاريخ 21/4/2016، عين فيها اللجنة مؤلفة من سعادة المديرة العامة للأحوال الشخصية، سعادة مدير عام المغتربين، وأنا كرئيس. وبلشت ترد الطلبات استرداد الجنسية سواء عن طريق البعثات الدبلوماسية اللبنانية برات لبنان أو من خلال مباشرة عند المديرية العامة للأحوال الشخصية. يرد الطلب مع شهرين المديرية العامة للأحوال الشخصية لحتى تحولهم على الأمن العام، مديرية العامة للأمن العام. بالوقت ذاته بتكون هن عم بتفتشوا بالسجلات القديمة، سجل أحصى 32، 21 والأربع وعشرين، لتشوف هالقيود لقيناها أو ما لقيناها. الأمن العام معه 4 أشهر ليعمل تحقيقات بالمحلة أو الضيعة الأصل منهم، بيسأل الجيران بموجب كتب وأسئلة محددة موضوعة من المديرية. ما فينا نترك لهم كيف ما كان، لأنه إذا تركناها كيف ما كان بيجي فلو. حددت لهم المديرية العامة للمغتربين مع مديرية الأحوال الشخصية أسئلة محددة. بعد 4 أشهر الأمن العام برد تقريره على المديرية العامة. المديرية العامة للأحوال الشخصية مع 4 أشهر لتنظم تقرير، تعرض الحالة كلها وتقول الملخص تبعها. بتحول الملف ساعتها لعند معالي وزير الداخلية يلي بيحوله للجنة، معه شهر ليحوله للجنة. نحن كلجنة معنا 3 أشهر لنبت الطلب كلها على بعضها، حد أقصى لازم تكون سنة وشهرين لحتى ينبط بالطلب. بط بالطلب إذا قبل نبلغ الداخلية، وزير الداخلية يلي بيعد مشروع مرسوم لمنح الجنسية، لإعادة الجنسية عفوا.
اللي بحب أقوله إنه عملنا فعلياً بلش من شهر نصف شهر نيسان 2017. الطلبات الأولانية يلي إجت خلصت هالإجراءات، بدأ معالي وزير الداخلية يحول للجنة الملفات من منتصف شهر نيسان 2017، يعني من أقل من شهر. نحن كلجنة صرنا عقدين 3 جلسات. الجلسة الأولى خصصناها لنبحث بكيفية تدوين الملفات باللجنة، العمل القلمي من قلو. القلمي يعني الدارسين قانون ومحامين بيعرفوا شو يعني العمل القلمي. نعمل سجلات ورود ملفات، شو بيصير بالملف وإذا صدر قرار، تاريخ القرار وشو مضمونه. الجلستين الثانية والثالثة اللي هي خصصت لدراسة الملفات، لهلأ صرنا دارسين 13 ملف وأخذنا قرارات نهائية ب 13 ملف. 11 ملف قبل طلبات إعادة الجنسية بقرارات نهائية من اللجنة، وبلغنا معالي وزير الداخلية ووزارة الخارجية والمغتربين لتبلغ مقدمي الطلب بالبعثات الدبلوماسية. وشفتوا فخامة الرئيس ودولة الرئيس مضجوا المرسوم تنفيذاً للقرار اليوم. المهم 11 قرار صار صادر من اللجنة بمنح الجنسية، بإعادة الجنسية. قرارين رفضنا فيهم طلب إعادة الجنسية لأسباب القانون ما بيسمح فيها، كونهم ينتمون أو من تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية. اشترط القانون أنه اللي بده يطلب إعادة الجنسية ما يكون حامل جنسية دولة انفصلت عن السلطنة العثمانية. في مشاكل بهالموضوع. ال11 قرار اللي بالقبول أبلغوا من معالي وزير الداخلية، واللي بده أبلغ عن طريق البعثات الدبلوماسية بلغنا الخارجية لحتبلغوا، وبطور إعداد مراسيم إعادة الجنسية. مضى اليوم 1. عنا 91 طلب لهلأ كان وارد لشهر لاثنين خمسة، يعني ليوم الثلاثة كان عنا 91 طلب. انبت منهم 13، وفي ملفين شفناهون عملنا فيهم قرارات نحنا منسميها تحضيرية إعدادية، لأنه في نواقص قلنا لهم يكملوا لنا إياها. إذا ضلينا بهالمعدل أبو شهرين هودا بيخلصوا. بقى المهل اللي نص عنا القانون السنة وشهرين حد أقصى، نحن ما عم يقعد عنا 6 أشهر 7 أشهر ماكسيموم بكل الإجراءات. في كتير طلبات لا تزال ضمن البروسيسوس اللي حدده القانون، يعني شيء بالمديرية العامة للأحوال الشخصية، شيء بمديرية الأمن العام، عم يمارسوا التحقيقات واجباتهم فيها. نحن وفور أمازور كل جمعة عنا جلسة لحتى ناخد قرارات بالملفات. في عنا مشاكل نتيجة بعض التعابير القانونية والتفسير للقانونية لبعض العبارات. في مشاكل كتير بتتكلمها عنا ساعة المديرة العامة للأحوال الشخصية بخصوص السجلات. السجلات في شيء ناقص، شيء تالف، شيء الأسامي ممحية نوعا ما، هيدا عم نعاني منها. في عنا اختلاف بالأسماء، اسم عائلته لنقول بالمغترب مارون، بينما عائلته الحقيقية هون عنا حالة صارت عبود، قيود عنا عبود، هو مسجل هونيك مارون، بدنا نسلسله لنرجع نوصل للعائلة الحقيقية لنتأكد أنه هو ما يكون منتحل هالشخصية لحتى يجي يكسب الجنسية اللبنانية. في عنا مشكلة تانية وهي تحديد الدول اللي انفصلت عن السلطنة العثمانية. نسمع بلوزان الثانية 1923، في إشكالية فيها. شو هي هالدول؟
بعدنا عم ندرسها لهالسبب، ما لح أقول شو بموجب التحفظ اللي عندي، ما في إلكم شو بدي أقرر، بعدنا عم ندرسها زملائي وأنا للموضوع. طبعاً عم نستعين باستشارات من قبل هيئة التشريع والاستشارات بالموضوع. عندنا مشكلة تانية تتعلق بالكرة السبع، أهالي الكرة السبع في مشكلة، هل هم بحق لهم يستعيدوا الجنسية؟ لأنه هودي قبل 21 كانوا مؤيدين بالسجل، سجلات 1921 مقيمين ومهاجرين موجودة أسماءهم بالسجلات، ولكن سلخت ضياعهم عن لبنان بموجب اتفاقية نيو كامب وليه عملها الانتداب الفرنسي والانتداب الإنجليزي. هيدي كمان في مشكلة عم ندرسها، هل هم لبنانيون بالأصل أو لا؟ اللي فيه إلكن إنه نحن عم نمارس واجباتنا إلى أقصى الحدود، واللي بوعدكن إياه إنه ما لح يضل ولا طلب معلق، كله سوف يبت سلباً أو إيجاباً، وإن شاء الله بوقت أقل من المهل المحددة بالقانون. باللي بختم كلمتي بوجه تحية للمغتربين اللي طلبوا استرداد الجنسية على الجرأة اللي عندهم، لأنه كل هالظروف المحيطة بلبنان وهن مصرين يستعيدوا الجنسية، هيدا دليل محبة ودليل أصالة، وبشكركم. بدي أتشكر الرئيس أيمن عويدات، طبعاً رئيس محكمة استئناف بيروت المدنية كمان، وبدي أدعي زميلتي سعادة المدير العام للأحوال الشخصية الأستاذة سيزان خوري للتفضل بالإدلاء بما تقوم به من عمل لموضوع استعادة الجنسية. صباح الخير معالي وزير الخارجية والمغتربين، أصحاب السعادة والسيادة والحضور الكريم. بداية لابد من تقديم شكر وتقدير لمعالي وزير الخارجية والمغتربين على ما بذله وما زال يبذله من جهود من تشجيع اللبنانيين المتحدرين من أصل لبناني والمنتشرين في الاغتراب على الاستفادة من هذا القانون، وعلى تشجيع المغتربين على تسجيل وقوعاتهم وقوعات أبنائهم بلبنان للحصول على الهوية اللبنانية. وهيدا التشجيع ظهر من خلال لقاءاته مع الشخصيات الاغترابية والجمعيات والأندية وسفراء لبنان المعتمدين بالخارج، وإطلاق موقع إلكتروني باسم ليبانيتي لتسهيل عملية التسجيل، فضلاً عن إنشاء تطبيق خاص للهواتف الخلوية موبيل أبليكيشن وإنتاج عدد من الأفلام الترويجية لتطبيق هذا القانون. وشكر كمان لمعالي وزير الداخلية والبلديات الذي لم يألو جهداً من شأنه تطبيق تسهيل هذا القانون، وذلك عن طريق إنشاء اللجنة الناظرة بطلبات استعادة الجنسية وإلحاق الموظفين التابعين إدارياً لإلها، وأعطاء التوجيهات والتعليمات الإدارية لكافة المديريات التابعة له من أمن عام وأحوال شخصية لتسريع وتسهيل معاملات المغتربين وإجراء التحقيقات اللازمة والبت فيها وعرضها على اللجنة. من خلال هالمداخلة أنا لاحظت آلية تطبيق قانون استعادة الجنسية بالمديرية العامة لأحوال الشخصية، التطبيق الإداري، لأنه رح أحكي عن التطبيق الإداري وعن المشاكل الإدارية اللي عم تعترض هالتطبيق تنفيذ هالقانون، لأنه الرئيس أيمن حكي عن مشاكل قانونية يلي كمان عم تعترضنا بتنفيذ هالمرسوم بهالقانون. لح أصمه خمس نقاط. أول نقطة هي إعداد نموذج خاص بطلب استعادة الجنسية. تانية هي سحب كافة السجلات الأحصى وحفظها لدى مديرية العامة لأحوال الشخصية. تالتة هي تخصيص مكتب خاص لطلبات استعادة الجنسية بالمديرية العامة لأحوال الشخصية. ورابعا هي اختصار المهل يلي ناصص عنا القانون بعملنا. وآخر شيء لح أحكي عن المشاكل يلي عم تعترضنا بدراسة هالملفات. أولاً
بالنسبة لأعداد نموذج خاص بطلب الاستعادة الجنسية، فور صدور قانون استعادة الجنسية تم التعاون مع المديرية العامة للمغتربين بوزارة الخارجية والمغتربين بإعداد نموذجين لطلب الاستعادة. الأول يقدم مباشرة إلى وزارة الداخلية والبلديات للمقيمين على الأراضي اللبنانية، والثاني بتقدم لدى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة البعثات اللبنانية بالخارج، اللي هي بدورة بتحيلها للمديرية العامة للأحوال الشخصية. وهل نموذجين معكم أنتم؟ هل نموذجين لأنه ضروري يتعبوا، يعني نعمل عليهم دراسة. هالدراسة كانت ضرورية أنه كافة الخانات تملأ من قبل طالبي استعادة الجنسية، يلي بتتضمن معلومات عنهم، عن يودهم، عن تاريخ ولادتهم، عن وضعهم العائلة، متأهل، أعزب، مطلق، عن أولادهم القصرين، عن أولادهم الراشدين، تحدد شو هن أصولهم بلبنان، تحدد بأي سجلات أحصى 21 مقيمين أو مهاجرين، 24 مهاجرين أو 32، وتحددنا شو الاسم الشخص اللي بيتحدروا منه، سواء الأب أو الجد أو الجد الأكبر. كان من ضروري هول المعلومات يكونوا متوفرين بهذا الطلب لعدة أسباب. لسبب الطلب الاستعادة عم يتقدم عبر السفارة أو عبر المديرية العامة للأحوال الشخصية، مفروض يتعبى بطريقة صحيحة، مفروض ضم كافة المستندات اللي كمان محطوطة بالطلب، يعني منصوص عنا بالطلب. لعدة أسباب إلا نحنا مفروض يكون معبى. لسبب، أول سبب هو لإمكانية الكشف على السجلات الأحصى، يعني أنا مفروض يحددوا لي هالأشخاص مين أصولهم وبأي منطقة تقريبا وبأي سجل. هلا إذا ما حددوا السجل ما مشكلة، نحن علينا نبرم بكل السجلات، بس حددوا لنا المنطقة، لأن نحن بنعرف أنه هي هالسجلات سجلات قديمة، هي أحصى 21 و24 و32 مهاجرين، يعني هي كتير جدا دقيقة، وكتير ما في أرقام سجلات، يعني ما في نقول أنا بنت مسجلة بزحلة رقم سجلي 10، ما في، ننبش يدويا هو الكشف على السجلات. وهالنموذج وقت اللي بيحدد لي مين أصولي أنا بلبنان، الأمن العام بيصير عنده سهولة يروح يعمل تحقيق مع المختارين، مع كبار السن، مع الشهود المسنين، مع الأقارب والأنسباء، لأنه تبين لنا أنه ببعض الملفات الأمن العام عم بيردها عم بيقول نحنا ما لقينا حدا منهم هالأشخاص. يعني كان عنا تعميم أنه بليز عطونا على القليلة اسم بعض الأشخاص يلي أنتوا بتقولوا هو بيقربوكم أو مسنين، وقولوا لنا إذا في عندهم عناوين أو هاتف كمان ليساعد الأمن العام على إجراء التحقيق، أحسن ما يرجع الملف من دون أي تحقيقات ويتعذر ساعد علينا أنه نوافق، وخصوصا إذا ما كان له قيود بالسجلات. الهدف الثالث من النموذج كان هو إصدار المراسيم باعتبارهم لبنانية لهالأشخاص عم يطلبوا استعادة جنسية دون حضورهم إلى لبنان، يعني مجرد ما يعبوا الطلب بالسفارات وينظموا صح، هن احنا علينا نستكمل الملف ببيروت بالمديرية العامة للأحوال الشخصية وإجراء التحقيقات والكشف على السجلات، وبمجرد أنه ينعرضوا على اللجنة وتاخد فيهم قرار بالقبول يصدر مرسوم باعتبارهم لبنانيين دون حضورهم على الأراضي اللبنانية. لأنه نحن بنعرف أنه في مرسوم قديما كان مفروض كل شخص إعادة اعتباره لبناني مفروض يكون فات على الأراضي اللبنانية وسلم باسبوره الأجنبي. هلا أبدا نحن منا ناطرين أنه يفوتوا، مجرد أنه يقدموا الطلب نحن دغري نصدر المرسوم. رابع هدف لهالنموذج اللي عم نحكي عنه هو مش بس أصدر المرسوم، إذا أنا أصدرت المرسوم وما نفذت يعني ما عملت شيء. أنا مفضول بس يصدر المرسوم نفذ بالسجلات اللبنانية وأعطي لها الشخص محله رقم أيد، يعني إذا قال لي أنا من منطقة شوف بضيعة من الشوف، أنا بدي نزله بسجل الشوف وبدي أعطيه رقم سجل، مجرد أني نزلته بدي نزله له، بدي نزل عائلته، بدي نزل أولاده القصرين، بدي يكون كل هالمستندات متوفرة معه بالملف لأقدر نزلهم كلهم، لما ارجع يعذبوا وعملوا قرارات انصليه او رجعوا راجعوا المحاكم. هيك فرد مره بينزلوا كلهم سوا، وحتى الاولاد الراشدين اذا كانوا اساميهم موجوده كمان بينزلوا مع صاحب العلاقه.
بينزلوا بنعطيهم رقم سجل بنطلع لهم اخراج ايد عائله بنبلغ فيه وزاره الخارجيه والمغتربين مديريه المغتربين يلي هي بتبلغ السفاره المعنيه اللي ورد منها الطلب. هيدا كان كتير مهم هيدا النموذج لاستكمال كافه الملفات واصدار المراسيم دون نرجع نراجع صاحب العلاقه. المهمة الثانية كانت على المديرية العامة للأحوال الشخصية هي سحب هالسجلات. هالسجلات كلهم كانوا ب 48 قلم نفوس موزعين، ومنعرف الحوادث اللي صارت بلبنان. أكيد مش الكل متوفرين، بس شو كان فيه سجلات بكل لبنان انسحبت كلها على المديرية العامة للأحوال الشخصية لعدة أسباب. أول سبب كان لفرزة وتوضيبة بما يسهل وصول إليها، لأنه إحنا كمان كلنا منعرف أنه قبل كانت الكرة مش مثل هلأ اللي تابع على جبل لبنان، هي ذاتها اللي هلأ تابع على جبل لبنان، كانوا فيتين ببعضهم. كان عنا عمل مرهق أنه فرزناهن وفصلناهن، قدرنا نقدر إذا بدنا نكشف عليهم نقدر دغري نلاقي السجل ونعرف أي كرة فيه. وكان هدف هالشي هو تسريع الاطلاع عليها وإعطاء الإفادات اللازمة بشأنا، لأنه إحنا مجبورين نعطي إفادات عنا. واثنين هي تسهيل الرقابة على أعمال الموظفين المكلفين إعطاء الإفادة من قبل مديرية العامة للأحوال الشخصية ومن قبل اللجنة، لأنه ما نتأكد أنه هودة أكيد موجودين وعم بيكونوا موجودين بالسجلات، وفي لجنة مصغرة سميت للكشف على هالسجلات. الثالث الشغلة اللي نحن اشتغلنا عليها هي تخصيص مكتب خاص لمكتب لاستعادة طلبات استعادة جنسية سواء الواردة من خارجية أو من لبنان. وهذا المكتب يعني احنا معنا دوائر جديدة، اضطرينا انه نعمل مكتب خصوصي لهالعمل، فتح مكننة هالمعاملات، فتح سجلات له خاص، وتشكيل فريق عمل من موظفي المديرية للكشف على السجلات القديمة واعطاء الافادات بسرعة، وتشكيل فريق عمل لدراسة الطلبات ورفعها الى وزير الداخلية لإحالتها الى اللجنة المختصة. رابع فكرة هي السرعة في انجاز المعاملات. مثل ما قال الرئيس أنه نحن معنا كان سنة لنبت بهالملفات، بس كان في تمني منا ومن الكل الموجودين ومن الوزراء وزير الخارجية ووزير الداخلية أنه يكون في سرعة بدراسة هالملفات. فور ما بتوصل هالملفات على المديرية العامة للأحوال الشخصية منحول نفس الملف يتحول على الأمن العام ديريكت وعلى اللجنة لتكشف على القيود القديمة. بدل ما تاخذ الشغله مهله شهرين، نحن معنا مهله شهرين، عم تاخذ مهله اسبوع بالمديريه العامه للاحوال الشخصيه. توضع المديريه العامه للاحوال الشخصيه تقرير مفصل بنتيجه تحقيق الامن العام وبنتيجه كشف على السجلات خلال 10 ايام من وروده من الامن العام بدل من 4 اشهر. شايفين قديش عم نقصر مهال. تتولى اللجنه دراسه هالملفات مجرد ما يحيلها معالي وزير الداخليه والبلديات، وبتصدر قرار بقبول الطلب او رفضه خلال مهله اقصاها شهراً واحداً بدلاً من 3 أشهر وأيام أقل كمان. لحفوت على المشاكل بسرعة يلي عم بتحضر السير ملفات استعادة الجنسية. أول شيء كان في تقدم بطلبات من قبل أشخاص ما بتتوفر فيهم الشروط القانونية، يلي عم تتقدم طلبات ما بتتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عنا بالقانون، وقسم كبير منه فكر هيدا مرسوم قبول بالجنسية منه استعادة جنسية، لأنه نحن نعرف استعادة جنسية بيعتبر لبناني منذ الولادة، مش عم أنا هلأ عم جنسه، هيدا إله حق مجرد ما نزل هو صار عنده كامل الحقوق السياسية والاجتماعية والإدارية والمدنية. أول مشكلة فأذن الأشخاص ما بتتوفر فيهم الشروط. تاني مشكلة كانت عدم التقيد بالنموذج المعتمد من قبل المديرية العامة بالتعاون مع المديرية العامة للمغتربين، نقص بالمستندات المطلوبة، لأنه أيام يكون عنا في إشكال نطلع لنشوف شو في بقلب هالمستند، إذا فيه مستندات أجنبية نقدر نتكل عليها مع الطلب يبين أنه ما فيه، يعني نضطر نرد الملف، نضطر أنه أو نطلب منه توضيحات. المشكلة الثالثة هي عدم ترجمة المستندات الشخصية العائدة لأصحاب العلاقة والمرفقة بالطلب، ولاسيما تلك الصادرة باللغات الغير متداول بها. يعني عم يجينا ملفات يمكن بلغات نحن إسبانيولي أو برازيلي أو مكسيكي، يعني مفروض يكون في ترجمة لهالمستندات لتساعدنا كمان نحن في حال مش بس طلع مرسوم. أنا بعدني بشدد مش أني أصدر مرسوم، أنا بدي نفذ مرسوم. المرسوم بيطلع وإذا ما نفذته يعني ما عملت شيء.
هالمهم أنه ننفذ مرسوم ليقدروا يستعملوا هالأيد. خامس مشكلة، عدم التمكن من تبيان قيود الأصول نظراً للاختلاف الحاصل جراء اعتماد أصحاب العلاقة من المغتربين شهرة مغايرة لتلك المدرجة في السجلات اللبنانية. هاي المشكلة كانت كتير مهمة. بعض الأشخاص هن معروفين بشهرة معينة برا، بنطلع على بيهم أو أجدادهم هون عم بيكونوا بشهرة غريبة، ما عم بيكون في أي مستند يبرر هالاختلاف بالشهرة. يعني إحنا ما عم بيكون في يعني شخص مثل ما قال الرئيس من بيت مارون صار من بيت عبود. يمكن كمان في نموذج فينا نفرجي، شخص من بيت كرم، من بيت كرم قايل أنه بيه اسمه يوسف دياب دياب، هو اسمه توماس كرم، عائلته كرم برا، عم بيقول أنه بيه يوسف دياب دياب، وما في أي مستند بيقول أنه هيدا بيعرف عنه أو بيزيل هالالتباس بين هالاثنين. مثل هيدا الملف أكيد نعمل فيه قرار إعدادي وتبلغت فيه وزارة الخارجية لتراجع السفارة لتأكد من عليه. وعطى كمان مثل الرئيس بعبود، بين مارون وعبود كمان في مشكلة. هلا في ملفات بالعكس ما في أي مشكلة، عم بتكون كلها جاهزة ونظيفة. مثل ما قال مضى اليوم أول مرسوم، وفي 10 مراسيم غير هيدا المرسوم جاهزين للأمضة للتوقيع. بتشمل كل مرسوم مش شخص واحد، في بعض المراسيم بتشمل أشخاص أو عائلة معينة، لأنه نحن نجمع العائلة بمرسوم واحد لينزلوا على خانة واحدة ومحل واحد لما يكونوا مشتتين بالسجلات. المشكلة البعد هي عدم تحديد هالأصول بالسجلات، يعني بيعطونا الطلبات مش محددين لمين جدهم أو مين بيهم. كمان هيدي كانت كتير مشكلة، أنه الطلب كأنه فاضي إذا ما فيه. المشكلة كمان عدم تضمين الملفات أصحاب العلاقة عناوين وأرقام هواتف أقاربهم بلبنان لسبب ليستعين فيهم الأمن العام وياخد التحقيقات. كان من الضروري أنه يحطوا بقلب الطلب إذا عندهم حدا بعد بلبنان يحطوا اسم مرجع بلبنان ورقم هاتفه ليتصلوا فيه الأمن العام يعلوا معهم التحقيقات لعدم رد الطلب. تقريبا هول المشاكل الاساسيه اللي حد هلا اللي عم تعترضنا. هلا شو بيجد بعدين ما بنعرف. واكيد مثل ما قلنا او صدر اول مرسوم، في 10 مراسيم هلا صاروا على الاخر. يلا، وبمناسبه انعقاد هذا المؤتمر نعلن لكافه المشاركين والذين هم من اصول لبنانيه ان المديريه العامه للاحوال الشخصيه ستبقي أبوابها مفتوحة بعد الدوام الرسمي وحتى الخامسة طيلة أيام المؤتمر لاستقبال طلبات استعادة الجنسية جميع، وتحث جميع المشاركين في المؤتمر على ضرورة التقدم بهذه الطلبات. فين يقدموا ديريكت لعنا. وفي الختام، وبعد أن أصبح الحلم واقعاً قد بشرنا بإصدار المراسيم استعادة الجنسية المتحدرين من أصل لبناني، نتمنى هؤلاء المتحدرين اغتنام هذه الفرصة والمحددة في إطار زمني معين واللي هي 10 سنوات أن لا يألوا جهدنا في تقديم طلبات لاستعادة جنسيتهم الأم والتي هي حق لهم جرى تكريسه بالقانون، ولما في ذلك من تكامل يعزز من حضور لبنان في المحافل الدولية وعواصم القرار. شكرا. شكرا سعادة مدير عام الأحوال الشخصية على هذه المعلومات القيمة والدقيقة، وآمل من إخواننا المغتربين أن يكونوا قد أخذوا الأمور من منابعها في هذا الموضوع. لموضوع استعادة الجنسية ليس فقط دور بتسجيل على السجلات اللبنانية، إنما هناك دور اقتصادي. هذا الدور الاقتصادي يمكن الإفادة منه بكل الوسائل حقيقة. هذا الموضوع رح يتطرق له دكتور شال حاج. طبعاً الأستاذ شال هو من المغتربين اللبنانيين العاملين في دنيا الاغتراب والناجحين في عملهم. هو نائب رئيس المؤسسة اللبنانية المارونية للانتشار، هذه المؤسسة التي تقوم بواجبها بالمساعدة في هذا الموضوع، وهي من الجمعيات الأهلية حقيقة الناشطة في موضوع مساعدة الإدارة في موضوع استعادة الجنسية اللبنانية. طبعاً رح يقوم بواجبه
دكتور حاج بالسرعة الممكنة ضمن الوقت المحدد لإله. شكرا، تفضل. طيب شكرا. ما وصل مش بس بالجنسية، بتوضع بهيدي كمان. بس أنا بحب ضوي على شغلي أنه اللجنة الموجودة قدامكم هي اللي بتقرر الجنسية أو ما بتقرر حسب الملفات اللي بتجي، فبقى عليكم إذا حدا عنده أي سؤال بعدين لازم تتوجهوا للجنة. بس أنا حبيت ضوي على هذا الموضوع. بنهاية الموضوع في أسئلة رح تتوجه للجنة، نحن قاعدين لنستمع. Excellencies, ladies and gentlemen, fellow Lebanese, I am delighted to be in the company of so many Lebanese expats in this historic capital city, Beirut. Your presence here today speaks volumes of your love to your ancestor homeland, our beloved Lebanon. Looking around this hall, I am filled with emotions, mostly pride. I am sure you feel the same way. So many of Lebanon's children have answered the call on this occasion. Ladies and gentlemen, you have made Lebanon proud. And the fact that so many of you have reported present, I might add, from so many countries across the globe, is a tribute to your sense of rightful belonging and the shadow of the Cedars of God. Standing before you today, as a former expat myself, I am also very reassured about the present and the future of this country, our home. I can only imagine the magnitude of the impact your physical presence here on this day will have on many, on my and your Lebanese brothers and sisters. This robust country and its resilient people have endured so much and for so long, but they have kept the faith in the ideal that is Lebanon. You have also remained true to the homeland of your fathers and their fathers before them. You have answered the call. People throughout this country have heard you loud and clear. A deeply felt thank you is in order to every elected official, clergyman, business person, to every artist, every professional, and every student or retired person that has made such a long journey to be at this gathering. Thank you for coming home. Now, let me turn to business. I would like to start by saluting the Ministry of Foreign Affairs and Immigration for its leadership in organizing this global event. I wish to thank His Excellency Gibran Basil and the organizing committee for the excellent work they have done. I will remiss if I did not mention Minister Basil's tireless efforts to make it possible for expats like you to claim their birthright and regain their Lebanese citizenship. In 2015, as mentioned before, the Lebanese Parliament finally passed a law to right a historic wrong which has precluded descendants of turn of the century immigrants from obtaining citizenship for themselves and their children. I am grateful to the Parliament that have voted the new law in and to the embassies and consulates abroad that are instrumental in making this dream come true for so many. To some, this talk about this new may sound trivial. So let me illustrate. Can you imagine that if Gibran Khalil Gibran had taken a wife and had children, his son or daughter, his grandchildren, would not have been able to obtain Lebanese citizenship? Can you perceive the irony and the injustice the parents and grandparents of many of you may have to endure all these years? This is in the past. Since the passage of 2015 legislation, hope has been restored and the leaf has been turned to open a new chapter in the history of Lebanon. And today we have witnessed the first fruit of this chapter. It is up to all of you how this chapter will end. The question is whether all of us will make every effort to spread the word and to encourage eligible expats to register and to claim their God-given right to Lebanese citizenship. Let me assure you of four things. It is no trouble for you to obtain Lebanese nationality as long as you are the descendant of a Lebanese. Two, you can claim and obtain your nationality totally free of charge. Again, totally free of charge. You do not have to give up
or renounce the nationality in your land of settlement. You do not incur any additional taxes on your worldwide wealth that is outside Lebanon. Even better, the process is simple and accessible in a very 21st century way, namely in four steps that are detailed online on lebanity.gov.lb. Allow me to share a small testimony of how important it can be for someone to reclaim Lebanese identity for themselves and for their children. I had the privilege to speak to a Lebanese-Brazilian gentleman during last year's LDE. A tycoon in one particular industry and one of the most successful people of Lebanese origin in Brazil. He had a desire to obtain the Lebanese nationality, and we at the Maronite Foundation can be of assistance. So I asked this business leader why he wanted to gain Lebanese citizenship. He replied, "Every person needs an address." In commercial language, this expert in marketing understood the high brand equity value of being able to say, "I am Lebanese." My second argument will appeal to you, to your Lebanese business sense. Actually, it is a set of three arguments. Let me summarize them under the headline of enormous opportunities. These three massive economic opportunities can be yours. I can tell you that they are among the best in the global economy. The first opportunity is growth potential in the Lebanese economy. Yes, in the Lebanese economy. As a businessman, I know of the reports that Lebanon in recent years experienced low growth and so high unemployment, especially among our young people. What I am talking about is growth potential in the medium and long term. Government recognizes that infrastructure in roads, hospitals, schools, water, electricity, and transportation will require expenditure of $7 billion and many, many partnerships. Moreover, according to the laws regulating oil and gas, businessmen and women that are based locally will be given priority in contracts in this sector, which is expected to generate further billions of dollars. I can assure you that we will take advantage of these and other opportunities in Lebanon. Do not forget the central bank has a great variety of incentives in place for projects in agriculture, information technology, manufacturing, and tourism. Having Lebanese nationality will be an immense advantage in tapping these potentials. People will build honest fortune in Lebanon, and it will be somebody else if you miss the opportunity to claim citizenship. The second opportunity is in the Levant. Syria and Iraq will see an end to war and insurgencies at some time in the next 5 years. The reconstruction and development needs of these two countries have already been estimated in the hundreds of billions of dollars, if not trillions. Lebanon is the natural gateway for anyone who wants to be smart about working in Syria and Iraq. Back in 2000, Amman Jordan served the role of companies working in Iraq and the local economy get a boost. This metric will apply to Beirut once reconstruction of Syria takes off, but it will be at least one magnitude bigger. Lebanese and people with Lebanese nationality will be well positioned for playing roles in the reconstruction of our regional neighborhood. Thirdly, think of the world economy's strongest opportunity for growth in the next 5 years. This is Africa. I can tell you from my personal experience that your Lebanese passport will bring you great opportunities in Africa, because the Lebanese have for generations done great business in Africa. This certainly is one continent where Lebanon's brand image is vital. Having dual nationality and Lebanese passport even sometimes can avert a problem that might arise from one's second nationality. Now that I have moved my business headquarters to Lebanon, I can testify that Beirut is an excellent place to do regional business from. You can obtain the corporate tax benefits of an offshore center, at the same time take advantage of things that many more famous offshore centers in the world and many other countries in the Middle East do not have, namely a highly educated, competitive, and motivated workforce. This is in addition to Lebanon's robust banking system. To sum up my message, I assume that you, as Lebanese expatriates,
can today step into the shoes of Lebanese patriots. You can bring vibrant new life to these beautiful mountains that God has entrusted us with. You can capitalize on the great business opportunities if you claim your Lebanese citizenship. And you can spread the word about the value of Lebanese citizenship so it may be heard in every last country with a single resident whose lineage hails from Lebanon. So my parting words to you are, be proud, be Lebanese. Thank you, and God bless the Lebanese everywhere. شكرا استاذ شارل على هذه المداخله والتي تثبت ان الجنسيه اللبنانيه او ليست مستند فقط لوضع الاسم عليها انما هي باب لتطلعات مستقبليه اقتصاديه وغير اقتصاديه شكرا لك الان مع فيديو لبنتي يتبعها تعريف لبنتي باوربوينت مع الأستاذ جيمي دويهي السكرتير في وزارة الخارجية. I remember my grandfather's stories about Lebanon in the summer. Sunny days, warm nights, family gatherings, singing, laughing. If you are of Lebanese heritage and you live abroad anywhere in the world, you can now claim your nationality through the Lebanese Nationality Program. The program is an integrated campaign launched by the Ministry of Foreign Affairs and Immigrants to help you find your story and claim your Lebanese nationality. Through an online platform, you will be able to check if you are eligible for the Lebanese nationality. Apply online and link with the nearest Lebanese diplomatic mission. Once your file is submitted, you will be able to track your application through a mobile app. In the meantime, relevant official entities in Lebanon will be reviewing your file, checking your descendants, issuing needed papers, and working hard to grant you your nationality. At each step of the way, you will be notified about the status of your application, working hand in hand to help you connect with your home country and preserve your heritage. Jimmy. نهاركم سعيد. نحن بوزارة الخارجية والمغتربين بعد ما تم الصوت مش واضح. نهاركم سعيد. نحن بوزارة الخارجية والمغتربين بمديرية المغتربين تحديدا بعد ما أقر مجلس النواب بالقانون رقم 41 بلشنا بالتعاون مع شركة انديفكو وميديا باك بي تو بي بإطلاق حملة لاستعادة الجنسية اللبنانية. هالحملة بتبلش هدف هالحملة الأساسي هو ربط اللبنانيين بوطنهم الأم وربطهم بأقاربهم بلبنان والهدف الأساسي اللي هو تشجيعهم على استعادة جنسيتهم اللبنانية. الحملة هي عبارة عن باكج بلشنا فيه مع السوشيال ميديا فيسبوك لينكدين لنتمكن من التواصل وإيجاد اللبنانية حول العالم للإعلان عن هالحملة وتشجيعهم على استعادة جنسيتهم اللبنانية. إضافة لهالشيء قمنا بطباعة فلايرز توزعوا بالمؤتمر السابق عم يتوزعوا بالسفارات اللبنانية حول العالم. كمان تم توزيعهم على متن خطوط الميدل إيست على كل رحلاتها من وإلى لبنان. إضافة لهالشيء أنتجنا الفيديو يلي شفناه من شوي بخمس لغات وتم عرضه على كافة وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وأخيراً واللي هي البارت الأهم قمنا بإنجاز ويب سايت اللي هو www.lebanity.gov.lb أو www.libano.gov.lb للناطقين باللغات اللاتينية. هيدا الويب سايت بأربع لغات الفرنسي الإنجليزي الإسبانيولي والبرتغيز. عبر هيدا الويب سايت الشخص في عنده تول كيت بيعرف كل المعلومات الضرورية عن حملة استعادة الجنسية. ليش ضروري الواحد يتسجل؟ استاذ شارل خبرنا عن المعلومات بس بتلاقوها بملخص على الويب سايت. مين بيحق له يتسجل؟ مبدئيا
كل متحدر من أصل لبناني خصوصي بعد ما أقر القانون الجديد صار بإمكانه أنه يتسجل بلبنان بيفوت على الويب سايت بيملي eligibility form المعلومات اللي بيعطيناها هي معلومات سرية ما بتطلع برا سيرفر وزارة الخارجية والمغتربين هي أساسية one click away كتير هينة ما بتطلب منكم أي جهد ونحن بنرجع لكم ضمن 48 ساعة ماكسيموم من تاريخ تمليتكم للطلب منودي نحن بنعمل العمل الضروري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات لإيجاد سجلاتكم لإيجاد أقاربكم وأصولكم بلبنان منبلغكم كل المستندات اللي لازم تجهزوها ومنبلغكم أقرب سفارة لإلكم لتحضروها وترسلوها لإلها مبدئياً الحملة مثل ما قلنا هي free of charge ما بتكلفكم أي عبء مالي كمان أطلقنا application عبر هالابليكيشن فيكم تفوتوا تاخذوا معلومات أكثر تشوفوا وين صارت معاملتكم وتتابعوها كل دقيقة بدقيقة بالنهاية أنا بحب أقول إنه لحنا هون لخدمتكم كل السفارات اللبنانية وزارة الخارجية وزارة الداخلية كل الدولة اللبنانية هون لخدمتكم في حال كنتوا بأي حاجة للمساعدة عندكم الإيميليات عندكم والويب سايت وزارة الخارجية أو فيكم تتوجهوا لأقرب سفارة أو بعثة لبنانية ولأختم بالآخر بقول إنه لحنا كمان متكلين عليكم إنه أنتوا تكونوا أحد وسائل التواصل مثل ما منقول وتخبروا كل لبناني عن هالحملة وتستفيدوا منها مرسي شكرا جيمي على هذه الإضاءة وأترك الكلام الآن لسيادة المطران نيفون صيقلي ممثل بطريرك أنطاكيا لدى بطريرك موسكو وسائر روسيا تفضل سيدنا طالب 5 دقائق سيدنا أنه يحكي Your Excellency Minister Gibran Basile Ladies and gentlemen, my compatriots, I would like first of all to thank you, the dynamic minister, for your outstanding efforts in gathering us Lebanese immigrants from the 5 continents to live our full patriotism and our adoration to our Lebanon, the country of the cedars. We are all of great hope that under the wise leadership of His Excellency, our President General Michel Aoun and all officials responsible who are next to him our Lebanon will be, as it had been always, a shining, respected, remarkable country on the map of the world. My compatriots, our Lebanese spiritual culture, the culture of our forefathers that formed the personality of each of us, provided us with the values that we joined together with the material forms and the cultural space as elements of united system and discovered to the whole world that the moral values regulate, control, normalize the relationship between people, and they include consciousness, faithfulness, patriotism, duty, honor, hard work, and courtesy. You carried all these moral values in total standards, making up a moral code for everybody. We immigrants who live in different continents, engage with different activities, are united in history, culture, achievements, and values of our Lebanon. Wherever we live, whatsoever is our profession, we carry the responsibility of the destiny of our country. This responsibility cannot be corporate, but only personal. Everybody of us is sharing in the destiny of our country, its glory and prosperity. Your personal success is the success of Lebanon. Your personal achievement is the pride and glory of Lebanon. My compatriots, come to Lebanon with what you achieved abroad. With your experience, our Lebanon is the best country in the world. We miss you here. We are waiting for you. Carry the Lebanese identity with the identity of the country that you now respect and love. There is no Lebanon without you. Your presence with us adds a special beauty to our country and a special joy to all of us. Here you find the most precious places in the world, the land where are the tombs of our forefathers, grandfathers and mothers who fertilized with their bodies the glory of the soil of Lebanon.
Come to Lebanon. We are proud of you. I lived 4 decades in Russia, whom I respect and love her people, and with whom we have great ties of brotherhood and love that unite us with the Russians for centuries. But I'm attached to Lebanon as the Russians are attached to their country, and live the honor that with their patriotism they defeated all those who attacked their country. Saint Filaret, the Metropolitan of Moscow, who established our church embassy in Moscow in 1848, has his famous saying that sounds, a bad citizen of his country on earth is not suitable in the kingdom of God. Concluding my speech, I want to tell you, Lebanon to me and to you is the most beautiful country in the world, but my city Zahle, to me, is the best on earth. شكراً سيادة المطران على هذه الكلمة القيمة. وأدعو الآن السيدة لوز حرب دياز إلى إلقاء مداخلتها، وهي من أنشأ جمعية الشباب اللبناني في تشيلي وجمعية المهنيين، وهي مديرة سيركلو لبنيز في تشيلي، وهي تلعب دوراً أساسياً وكبيراً في المجال الاغترابي. بليز. Buenas tardes. Su excelencia señor Gebran Basil, autoridades del gobierno libanés, representantes de la diáspora libanesa, señores y señoras. Vengo desde el fin del mundo, de un país llamado Chile, al que llegaron en 1910 mis abuelos provenientes de Tannurín, con su hijo, mi padre, en sus brazos. Mi padre nunca volvió. Honro y agradezco a mis antepasados que con su energía me acompañan hoy aquí en la tierra que ellos me enseñaron a amar. Este cariño por la patria de mis antepasados me llevaron a formar parte de la Juventud Libanesa, institución que con otro grupo de jóvenes chilenos de origen libanés creamos en el año 1978. Posteriormente, ya siendo profesional, creamos PROAL, Profesionales de Origen Libanés, asociación que buscó reunir durante los años de la guerra en el Líbano a los profesionales que pudieran difundir en sus medios de trabajo lo que estaba sucediendo en el país de los cedros para que la sociedad chilena solidarizara con el Líbano y tomara conciencia del sufrimiento de su gente. Mi vinculación con las asociaciones libanesas de Chile no se ha perdido desde aquella fecha. En el año 2015 integré el directorio del Círculo Libanés, la institución más antigua que reúne a los descendientes de libaneses en Chile y que en sus orígenes era solo integrada por hombres. La incorporación de las mujeres ha permitido darle al círculo una mirada distinta, un enfoque más integral, moderno y multifacético. Cabe destacar que también existe en Santiago de Chile, la capital de Chile, la Asociación de Damas Libanesas, agrupación que lleva el nombre del Líbano a distintas instituciones de beneficencias, entre ellas el Colegio Público, que lleva el nombre de República del Líbano, y el Hogar de Ancianos de Beneficencia Árabe. La primera representación libanesa en Chile a cargo de un embajador fue en 1979. Cuando se inauguró la primera embajada del Líbano residente y no concurrente desde Buenos Aires, como había sido lo tradicional.
Esto se ha mantenido hasta ahora. Sin embargo, los últimos jefes de misión han sido encargados de negocios y no embajadores como anhela la comunidad libanesa en Chile. Con el nuevo mandato del presidente Aoun, esperamos que el Líbano designe un embajador en Chile. El Círculo Libanés, desde sus orígenes, ha sido una institución de apoyo a las actividades de la Embajada del Líbano. Sus directores, las damas libanesas, los jóvenes y los miembros de la comunidad residente han estado tradicionalmente cerca de los jefes de misión para apoyarlos en sus actividades culturales, sociales y profesionales. Destaca especialmente el apoyo brindado al ex encargado de negocios, el señor Alejandro Vitar, para tener un registro de los libaneses en Chile, registro que debería estar en la sede de la embajada, pero al cual la comunidad no tiene acceso actualmente. Como miembro de la comunidad libanesa en Chile, doy fe del apoyo desinteresado que siempre la comunidad residente ha dado a las embajadas y a sus representantes, pero estoy consciente que la principal labor y esfuerzo debe venir de los representantes libaneses en Chile, los que son llamados a mantener la vinculación y la identidad de los descendientes con su país de origen. Esta labor solo puede realizarse si hay cercanía, cooperación y voluntad de difundir los valores, la idiosincrasia y el acervo cultural del Líbano entre los descendientes. Entre mis proyectos a futuro estoy trabajando en la creación online del Instituto Chileno Libanés de Cultura, entidad que será una fundación sin fines de lucro y que permitirá reunir a los libaneses de Chile en torno a la cultura de su país de origen y contactarlos con los libaneses de otros países de la diáspora con el fin de tener un espacio común de encuentro que permita mantener la identidad, pertenencia de los descendientes con el país de sus padres. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. شكراً سيدة حرب على هذه المداخلة وأدعو الأستاذ عبد الناصر الرافعي إلى مداخلته. الأستاذ عبد الناصر هو من رجال الأعمال البارزين في البرازيل. أسس العديد من الجمعيات الاغترابية أبرزها جمعية الشباب المسلم في ساو باولو والرابطة الإسلامية في البرازيل. ومن هذا الموقع لعب دوراً كبيراً في تقوية العلاقات بين أبناء الجالية. 5 دقائق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. 5 دقائق يعني مش عدل، الكل حكي أكثر من 10، بس خلينا على 7. يلا. بس بالسبعة سبعة. يلا يلا. أيها الإخوة الكرام، انتهازاً للوقت حنبلش بأحلى كلمة، بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لأنه أنا من بلد السلام وأدعو إلى المحبة وأدعو إلى السلام. عليكم السلام. نحن بالبرازيل الكل بيعرف إنه بلد كبير، بلد 200 مليون نسمة، وبلد بقلبه لبنانية كتير ومن أصل لبناني كتير، 10 مليون. ونحن بدأت حملة فعلاً كبيرة، ومش عم مسح شغل حدا، بس بدأت حملة كبيرة من أكثر من 11 سنة. بلشت بسفير كان أنصل لسان باولو اسمه يوسف صياح، وانتهت بأنصل كلياتنا كبرنا فيه كمان، أبلين فرنجية اللي مش بس كفى المسيرة بشبابه، قدر يعطيها دعم كبير كتير كتير. طيب، نحن بالبرازيل مش حاعطي كلام، نحن أحلى عيشة عايشينا. نحن إسلام ومسيحية ما بتعرف حدا من حدا، وهي حقيقة. المشايخ بالكنيسة والمطارني بالمسجد عم يتقبلوا التهاني بالأعياد، عايشين حياة كتير حلوة، عايشين ببلد بقلبه كهرباء، بقلبه نظام. الجيش بيحمينا، مش نحن بنحمي الجيش. يا أخوان، أنا بدي هني اللجنة القائمة على هالعمل، وهيدا العمل استعادة الجنسية أمر عظيم كبير كتير، بس بدي نبهن إنه كل البلدان عم تعمل هالشي. إيطاليا عندها أكبر جالية بالبرازيل،
واليابان عنده أكبر جالية بالبرازيل والبرتغال وإسبانيا، بس حتى يجيبوا هالمغتربين ويخدوهم لعندهم وياخدوا الجنسية عم يعطوهم حقوق. ما بدنا نكون أحسن من اللبنانية، لا، أنا لبناني ودمي لبناني والأرزي هون وبدي موت معها أو بعيش معها، بس بدنا نعطيهم حوافز يا أخي، بدنا نعطيهم شيء لحتى نقدر نجذبهم على أرض الوطن. يعني معقولي أنه يعني وحيات الله هالجمع اللي كان يا أستاذ يا ريس كان عندك هون كنيس كتير تقيلة، طب أنا كيف بدي أجيبها على لبنان لتاخذ الجنسية؟ نحن مع الأستاذ أبلين فرنجي بالأنصلية عم نشتغل، نحن مش عم ننطر اللبناني يطلع لعنا على الأنصلية، الأنصلية عم تبعت موظفين لعندهم سبت ولعندهم أحد ولعندهم عيد عم يركضوا لنسترجع اللبناني، مش لنسترجع المسلم أو المسيحي. لبنان بألف خير، وبقلكن والله 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 إنه هالقوانين اللي عم يحطوها وإنه عم يديروا دولة عثمانية وممنوعة اللي أصبح عن دولة عثمانية، إذا فكروا مشان قصة مسلم مسيحي يتركونا، والله نحن بألف خير، والله لو بقي مسيحي واحد في لبنان لنقسم معه رغيف الخبز ولنعيش نحن وياه. أبداً لبنان لن يكون إلا ذو وجهين، مسلم مسيحي يا أخوان، مش عم بيكون كلام، لا والله. انتبهوا، إذا بدنا نجيب رؤوس المال بدنا نجيب أحمد عارف، بدنا نجيب ميلاد، سفاري، جميع قوية معهم المصاري، بدنا نعطيهم شيء، بدنا نعطيهم حوافز ضريبية، ما حقلكم كهرباء لأنه ما عندنا كهرباء، بس بسان باولو لحتى عمدة يقدر يجيب إنسان، تعرف شو بيعطيه؟ إذا تاجر كبير بيعطيه لحتى يوظف 100 شخص أعفاء من الضرائب، 10 سنين كهرباء، ما بعرف شو أرض كذا كذا كذا. يا أخوان القصة مش هيك، ما بدنا نحرق الكرت. لبنان عنده 3 ثروات، تعدد الطائفية بعتبرها ثروة، وعنده الثورة الثروة اللي هي الاغترابية، هيدي أكبر ثروة، أكبر من البترول ومن الألماز، وعنده الثروة الثالثة الشاطئ تبعه، دلوني على بلد 220 كيلومتر على البحر بس ما في شيء لحتى تجذب السايح. أنا مش جاي هون لأعترض ولا جاي لأنتقد، أنا جاي بانتقاد بناء. أنا لبناني ومحروق على لبنان، وبدي كل المغتربين يجوا يستثمروا بلبنان، بس بدنا نعمل هفارما، يعني نفضة نفضة، بدنا نعمل نفضة بلبنان، بدنا نرد القضاء، بدنا نعمل الأشياء المهمة، النزاهة، العدل، المساواة. يا أخوان المساواة أساس الملك. طيب ننتقل آخر دقيقة، آخر دقيقة على راسي بأمر عيونك يا أخوان، ننتقل للأمر اللوجيستيكي، لأن أنا انطلب مني أحكي بالجنسية وأنا عم بشتغل مع سعادة الأنصل بالجنسية. طيب كتير منيح، لما أنا هجرت على البرازيل وأنا من طرابلس عمري 17 سنة، رحت على البرازيل كنا كتير ضايعين ما في حدا يلمنا، كتير منيح صار عنا، كان عنا 3-4 كنائس، عنا 125 مسجد ومصلى، كتير منيح، اتفقنا، اتحدنا، توحدنا، صرنا قوة، متضامنين بغض النظر عن الحزبيات. طيب جينا نسحب الجنسيات، يعني عم نجنس. يا حضرة الرئيس انت معك خبر وانا مسؤول عن كلامي، نحن من اللي منبعتهم على وزارة الخارجية فقط 15% بيرجعوا لعنا على سان باولو؟ معك خبرة؟ لا، ما بينفع، ما بينفع أنا أستعمل موتور فيهاري على سيارة فوسكا فولكسفاجن، ولا موتور الفولكسفاجن بالسيارة الفيهاري. بنطلب منكم ورجاء خاص، عندكم ناس بيلبوكم على الدم، بدكم إياه تحت أمركم ومخلصين ووطنيين وبدهم يساعدوا، وأنا متأكد هالشي موجود بأستراليا وأمريكا وكندا، لأن اللبناني وين بيروح بينبط الخضار. الله مبارك فينا، نحن عطينا الحرف للإنسان، نحن عم نورد العقول البشرية للإنسان. شكرا. بدنا نوقف من الهجرة إذا الله راد، وبدنا نحاول نجيب البعض. عشتم وعاش لبنان. أستاذ عبد الناصر شكرا، بس بدي صحح لك أنه لا مش 15%، هن كلهم بيرجعوا، ممكن تأخر شوي بس كلهم عم يرجعوا، وهيدا بيقلنا هيك الأنصل بساو باولو. بدنا نستمع الآن إلى الأستاذ نبيه شرطوني. الأستاذ نبيه شرطوني صحيح مهاجر، لكن قلبه دايماً بلبنان، هو محامي لامع، مستشار قانوني، وعم بيقوم بدور كتير جيد لجهد إيجاد ترجمات للغات مختلفة. رح يحاول بدقائق معدودات أنه يطلعنا على برنامجه. ما هو هيك، شكراً. مساء الخير،
ما بعرف إذا كنت رح أحكي بإسبانيولي أو بالعربي أو بالإنجليزي، ولكن سمعت ترجمات. بدي أحكي عن مهلي بالعربي حتى الترجمات يقدروا الكل يفهموها، مع أنه هونيك في ناس بدون أحكي إسبانيولي يمكن لأنه شايفهم شوي تعبانين. كتير هيد الأفكار اللي سمعناها اليوم من حول الجنسية وحول الحاجة للجنسية، والجنسية شيء ضروري بالنسبة إلنا. ما بنعتبر هيدا عمل هين حتى ننفذ بدون شك، هين التنفيذ. أكيد في كتير مشاريع مهمة رح تتقدم اليوم وتقدمت، سياحية، اقتصادية، اجتماعية، وربما علمية كمان، وكلنا مننتظر نتائج إيجابية، وخاصة اللي قدموا لنا إياه مدير الرئيس عويدات، مديرة المغتربين، واللي تفضل وحكاية الدكتور شارل، كلهم أشياء، والجيمي وكل الكلمات يلي نحكوا حول الاغتراب وحول الجنسية مهمين جداً جداً. ولكن في شيء لما حدا منا بده يسافر بنقي بلد يلي بيهون علي يحكي لغتها، أنا بيهون علي يحكي لغة هالبلد بسافر على البلد، بتسهل طريقة التفاهم والاتصال حتى نتفهم أكثر وتنفذ المشاريع. حتى مشاريع تجارية ممكن تجي إذا بتفهم مع الناس. اللغة هي رابطة وثيقة لخلق جو تقارب طبيعي وعاطفي ومع أهلنا. وقت اللي بيكون في عنا عاطفة ومنحكي اللغة بنصير نطلب الجنسية بشوق أكثر. هيك بنكون وجدنا وسيلة أدبية وعاطفية لطلب حصول على الجنسية، الموضوع الرئيسي لهالاجتماع العالمي اليوم. إذا منحكي اللغة منتقرب أكثر لجذورنا. لهالسبب بعتبر أهمية نشر وتعليم لغة لبنان بجميع بلدان الانتشار. ولهالسبب كمان كتبت 3 كتب، كتاب 100 تمثيلي وكتاب قاموس في أكثر من 6000 كلمة، صار هودي، وكتاب جرامير قواعد، لأول مرة بنكتب قواعد باللغة العامية، لأنه الغاية هون مش بس نعلم التلاميذ يحفظوا جمل، ما نعلمهم يحكوا لغة لبنان ويحكوها بشكل صحيح. مثلا كتاب القواعد في تصريف 400 فعل مكتوب، صار بالإنجليزي بالإسباني وبالبرتغيز، والقاموس كمان فيها أكثر من 6000 كلمة. الطبعة الثانية رح يصير في 9، في 500 فعل مصرفين كمان بآخر القاموس، وفي كمان كتاب القواعد يلي صار خلصت الطبعة كلها ورح نطبعه عن جديد. أنا على ثقة إنه هالطريقة لتعليم لغة لبنان المحكية ويلي بتنبع من وعينا القومي والوطني والاجتماعي بتكون لغة المحبة، وبتلاقي صدى مع كل مين بيريد يتعلم لغة لبنان، وبيزيدوا فخر يحمل الجنسية اللبنانية، لأنه إذا أخذنا اللغة بصير نطلب الجنسية بشكل محبي، بشكل عن ثقة وعن اقتناع إنه نحن منحب لبنان وبنا الجنسية. هيدا شغل أكيد بيستلزم جهد من جالياتنا ببلدان الانتشار ومساندة رسمية من الحكومة اللبنانية من خلال وزارة الخارجية، لأنه لحتى نعلم اللغة منشوف بكل دول العالم اللي انتم الموجودين هون
نسينا اللغة، ما حدا بيتعلم ولا حدا بيحكي عربي. فإذا لازم نطالب ومنطالب الحكومة إنه تساعدنا بهالموضوع هيدا. يلي بيريدوا يتوسعوا بهالموضوع رح نعمل اجتماع جانبي لحتى نشرح كل شيء. في لحتى عملنا 33 حرف، كل حرف بينكتب بينلفظ، ما في حرف بيتغير لفظه مهما يكون محله في الكلمة. ممكن تدخلوا على صفحة اسمها www.arabicolloquial.com، هونيك فيكن تشوفوا الحرف وفيكن صار تنزلوا هالحرف هيدا 33 حرف، ممكن يتنزلوا على التليفون وممكن يتنزلوا على ال ما بهم إذا آيفون أو أندرويد أو وعلى الكمبيوتر كمان فيكن تنزلوا الحرف. بتنزلوا عربي كولوكيال شرطوني، عربي كولوكيال شرطوني، وبينزل الحرف وكل حرف بينكتب بينلفظ. شكرا. وبحب انتهي الكلمة بالشيء اللي قاله سعادة مدير المغتربين، انه هيدي الجنسية مش هبة، هيدي حق لكل واحد منا. شكرا استاذ نبيه على هذه المداخلة، وادعو الاستاذ شئيم زاهر. استاذ شئيم زاهر. SEB Group is among the largest groups in education. ادعو الاستاذ شئيم زاهر، وهو ابن بلدة الهبرية بجنوب لبنان، وهو من رواد الاستثمار في القطاع التربوي في البرازيل. تملك مجموعته الاستثمارية حوالي 275 مؤسسة تربوية تضم 85 ألف تلميذ. تفضل استاذ شئيم. بليز. بتمنى انه بدقائق معدودة. SEB Group is among the largest groups in education in Brazil. With more than 50 years, SEB started in countryside São Paulo in Araçatuba. خلاص. مرحبا. كيف كنت؟ Hello. Bonjour. في كابالان علي أنا بقدر أحكي برتغيز، بس عم بشوف ما حدا معه ترادوديشن. بتحكي بتفهموا برتغيز؟ نو. أنا بدي أحكي نتفي عربي، نتفي إنجليزي، نتفي برتغيز. أنا لبناني، 7 سنين رحت على البرازيل، وهونيك تنسي العربي. عياد صار لي رحت هونيك 1960. وهونيك حطيت مدرسة. تقدر تحط مع الفيديو؟ لا بعدين خليه. اوكي. كابالا قال لي لازم نحط مدرسة منشان نعلم الاولاد، العلم لبنان هونيك بالبرازيل. انا عندي بالبرازيل مدرسة بتعلم برتغيز. قلت له تعال نحط مدرسة هون بالبرازيل بعلم انجليش عربي وبرتغيز. عاد children we need يتعلموا عربي. يلا نتفي نتفي. ها اوكي بقدر اروح هيك. اوكي. بدنا نحط مدرسة هونيك، نحط مدرسة هون بلبنان. لازم كلكم بالكونتري تبعكم منشان الاولاد تبعنا ما ينسوش العربي. مثل انا اسه بعرفش احكي العربي مثل بدي احكي، بس اجي هون على لبنان بيرجع العربي. انا بدنا نحط هذا المدرسه هونيك بالبرازيل مع كابالا، بدنا نحط هوني. اذا حدا
بده يشوف كيف هذا المدرسة هي نو خليها اوكي نو هي بتعلم هي لينجوش كندان سكول اسمها ميبل بير بتعلم عربي انجليش وبورتوغيز هون بلبنان بتعلم انجليش فرنس وعربي ويقال لي انا عم بحكي اسا تعلمت هون بلبنان 7 سنين انا تعلمت فرنسيس فرنس بورتوغيز نو سكول عربي وانجليش كله بعدني اسا اللي بعرف من هون من لبنان نحن هون بلبنان عندنا احسن مدرسه بالورد هون بتعلم 3 لينجويج بالبرازيل واحد بس ما بعرف بالتاني كونتريز بس هون بلبنان بتعلم كله هذا اللي يلي كبالا قال لي مشان نحط هون شكرا شكرا لكم شكرا استاذ شقيم على مداخلتك القيمه حقيقه يعني انت عم تحكي من القلب للقلب ورح نفهمك بأي شيء بدك تحكي فيه بالعربي بغير العربي رح نفهمك لأنك عم تحكي من قلبك مش بس من تمك أنا بدي أتشكركم جميعا في بدنا شهادات بدي يعني اعتذر منكم دقيقة أو دقيقتين فقط لحتى لي نروح على الأسئلة جاي على الأسئلة بس بدي أدعي الأستاذ ألفريد فرحة لشهادة بموضوع الجنسية اللبنانية ومش رح ياخد وقت كتير تفضل أستاذ ألفريد Thank you. سيداتي وسادتي مدام ميسير Ladies and gentlemen meine Damen und Herren I am an American I am Swiss I was born in 1933 in the United States Kansas City, Missouri My mother came from Lebanon in 1920. My parents, my grandparents on my father's side came in 1902. I grew up in a house speaking Arabic, French, and English. I first went to French-speaking schools, and then English, and later on I became a lawyer. So that's a profession we can talk a lot about, and I will not talk a lot about it. But I will talk briefly about why I am here. I am here because proudly I am going to become a Lebanese citizen. And more than that, we have 4 sons. 2 of them are becoming Lebanese citizens with me. The eldest is also a lawyer in London. The youngest is a professor at Georgetown University in Doha, Qatar. He is also here today. And he studied at Georgetown, at Harvard University, where he got his PhD. He taught Arabic. He teaches classes today in Doha in Arabic and English. And let me tell you, I'm very proud that they also went to be Lebanese with their father. And there's a reason for this. The reason goes back a long time. Yes, my grandparents, much like the grandparents of Nick Rahal, whom I happen to know, because I also spent some of my childhood in West Virginia, my grandparents, like his, came in a difficult time. 1902 they came. And they came as peddlers, like his were. They eventually went into business, and like his, they worked hard, and they were very successful. My mother left Lebanon because of the time of the First World War. I don't want to talk about that. Her father was killed, and she came with her brothers and sisters and cousins. And one of the daughters of that cousin is being Lebanese also today. She's here, and I'm very happy for her. So I'm bringing with me 3 others to become Lebanese, at least. And I first came to this beautiful country 60 years ago. Now, I was 23 years old, so that tells you how old I am now. At that time, I had nothing. I was a soldier in the American Army in Munich. I came here thinking I would have to give money to my relatives. Au contraire, I came and they were offering me money. Not that they were rich,
but that was the heart of the Lebanese. And I came to the church of my grandmother, Knesset Marbutras. They were in Jdeid Marjayoun. So we are Jnubi. And I don't know if that's good or bad. In America, there's Southerners like Nikrahal said he was a Southerner. But in any event, I went there and I was treated like a prince. I was the first in my family, the Farha family, to ever come back to Lebanon. Having been treated like that, and I loved it so much, when I came back, I was asked to make a speech before the Lebanese Syrian community in Kansas City. And they asked me, they said, well, you went to Lebanon, but which country do you love the most, America or Lebanon? I said, why don't you ask me, who do I love the most, my mother or my father? That is true today. Excuse me. That is true today. Very true. And I look at my youngest son, who's becoming Lebanese, and his doctorate at Harvard University is over 700 pages, his dissertation on what? On the history of Lebanon. And he goes back, of course, to the Phoenicians. But he talks about all the trials and problems Lebanon has had and all the beauty it's brought to the world, too. He talks about people like Fakhreddin, a Druze who was, you could say, head of Lebanon or whatever you want to call it back then in 1635. He brought also even my ancestors to Lebanon from Syria in the Quran because he was a man who believed in all religions are equal. Now that was Lebanon then. And look at Lebanon today. It's beauty, but its problems are here. But we don't want to have the problems forever, and we won't, because I've seen the leadership of the country today. And let me just say one more thing about the leadership, and more especially about the Foreign Service and the Ministry of Foreign Affairs. They are conducting this drive to bring people into Lebanese citizenship. I have been fortunate enough to work with the Charge d'Affaires in Switzerland, Mansour Shaya, who's been a great help. Thank you. And I tell you right now that you should be blessed so much to have Hiyam Bustani here, who broke through all the red tape and the bureaucracy to have us Lebanese citizens and many more. So, thank you. شكراً أستاذ ألفريد على هذه المداخلة وأترك فيديو صغير للشاب راين زنبقة. بالمناسبة راين زنبقة هو أحد الشباب اللبناني اللي إجوا واكتسبوا الجنسية اللبنانية وبيلعب بفريق كرة السلة اللبنانية. Hi, my name is Ryan Zambi, or as they call me in Lebanon, Rayan Zambaa. I was born in the USA, and my father was also born in the USA, but my mom was actually born in Beirut, Lebanon. I was recently selected to represent Lebanon in the FIBA West Asian Championships on the Lebanese U16 national basketball team. But I would not be able to take this journey if I had not regained my full Lebanese citizenship. I actually traveled with the Lebanese national team to Iran, where I played in the FIBA West Asian tournament. I led the tournament scoring at 29 points per game, and I can truly say that the trip was one of my greatest experiences in my life. I created valuable friendships and got a cultural experience that not many people can say that they have achieved. I'm blessed to have represented my country of Lebanon playing the sport I love, and I'm very happy to make the country of Lebanon proud, as it is a country I love so much. Again, I would not be able to go on this fantastic journey if I had not gotten the opportunity to regain my Lebanese citizenship, and for that I would like to thank a few people. First, I would like to thank the Maronite Foundation, as well as Mr. Frem and Mrs. Bustani, and last but not least, I'd also like to thank the General Counsel in LA, Johnny Ibrahim. These people allowed me to regain my citizenship and allow me to represent the country of Lebanon playing the sport I love.
and I'm just grateful to them. Thank you. شكراً شكراً. ثلاث أسئلة، ثلاث أسئلة فقط لأنه معيش وقت. ست رابحة تفضل. الميكروب ميكروب بليز. قربي قربي لهون ست رابحة شوي معلش. ايه تفضل تفضل هون. ايوه رابحة عيدي مغتربي إلي 51 سنة بتريد أوهايو ولايات المتحدة الأمريكية. في عندي نداء من سيدي عزيزي على قلبي إلى صديقة 51 سنة من أبوان لبنانية وهي درس ابتدائي بلبنان وما عندها الجنسية وإلى 50 سنة بتقدم وبتحارب وبتوقف محامي اسمها منيرة السيد صلوخ. في نداء حار منها للجميع اللجني ولسعادتك إذا كان بتحصل قبل ما تموت على جنسية. وسؤال تاني، أنا بما سفير النوايا الحسنة حديثا شو فيني أعمل بشان الجنسية مع الجالية؟ شكرا. بدي أتشكرك. أول شيء بدي بارك لك بكونك سفيرة النوايا الحسنة اليو أن دي بي مع مشروع لف لبنان. بدي بارك لك بهالشيء ست رابحة عيدي، وبدي بشرك إنه منيرة السيد طلعي فيه شوي. منيرة السيد اللجنة قبلت لها طلبة، قريبا بيصدر مرسومة، بلغيها عنا، تلفني لها هلا قليلة. مبروك منيرة السيد. بعدي بتذكر. اوكي بشري لنا اياها. تفضلي رح اعطيك كلام، بس رجاءا هيك الاسئلة تكون سريعة لحتى نقدر نجاوب. شكرا لك يا ست رابحة على هذا الموضوع، وفيك تساعدينا كثير كونك هلا بعرف قد ايه ناشطه بالعمل الاجتماعي بتوليدو. بتمنى عليك هذا الموضوع كمان مثل ما منيرة، خلينا نشجع غيرها. سلمي لنا عليها. مساء الخير، اسمي عفاف، انا اعلامية من امريكا. يعني انا كثير مبسوطه انه حيحصلوا على الجنسيه، بس انا عندي رجاء. انا ام لبنتين، بنت حامل الجنسية الباكستانية وحدة حامل الجنسية اللبنانية بي لبناني. معقولة اللبنانية بتاخد جنسية لبنانية والباكستانية لا؟ هذا ظلم. تاني سؤال للمطران. I am with you that the Lebanese abroad they have to come back to Lebanon, but first the government have to provide services, basic services to the citizens of Lebanon such as electricity and so on to encourage who live abroad to come back and invest or live in Lebanon. Thank you. شكرا. تفضل. بدي المحامي رفيق حج، انا مستشار قانوني لرئيس الجامعة الثقافية في العالم مسعد حجر. السؤال حبذا لو منوحد الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم واعطائها دور في التوجه إلى كل اللبنانيين لنيل الجنسية وعدم تطييف الجامعة الثقافية واللبنانيين في مؤسسات اغترابية طائفية وما ننقلهم الأمراض الاجتماعية والفساد اللي عايشينه نحن بقطع الكهرباء وغيره بقطع الرحم الثقافي الموحد للبنانيين. سيد رفيق هذا مش موضوعنا. بدهم موضوع تجمعهم ألف واحد بجامعة ثقافية واحدة بيجوا كلهم مغناطيس. هذا مش موضوع. بتقدموا على الجنسيه عبر هالمؤسسات الاغترابيه اللي لها تاريخ. مش موضوعنا توحيد الجامعه الان، هلا موضوعنا استعاده الجنسيه. انا بقترح دكتور طوسي مدعو الجامعه اللبنانيه الثقافيه في العالم بكل فروعها وعم تشتغل بالنسبه للموضوع. طيبت وصارت كل مؤسسه طائفيه عامله جامعه لحالها، ونحن نعمل في هذا الاتجاه فيها وقدموا عبر هالمؤسسات الثقافيه اللي اثبتت نجاحها بين اللبنانيين انه عبرها مش عبر الطوائف. دقيقة. تفضل استاذ ناصر. يلا جايكم جايكم بالسريع بالسريع، بس خلونا ضمن استعادة الجنسية. تفضل. المهاجرين، الدولة اللبنانية لازم تطلع قانون
لأنه عم يجبروه لأي إنسان معه جنسيتين، وخاصة هلأ بعد أردوغان اللي معه جنسيتين بده يخلنا عن جنسية وطن الأم أو بده يختار وحدة منهم. الدولة اللبنانية لازم تعمل قانون لحتى طبعاً المواطن بده يقدم طلب التخلي عن جنسيته، ولكن الدولة فيها تقول أنا إحنا ما منقبل أنك تتخلى عن جنسيتك. سيد ناصر قدم لنا شيء خطي بهذا الموضوع. ما في خلاص عرفتها هيدي. أوكي. حماية الجنسية للي معه جنسية. يلا دقيقة واحدة. تفضل بس على السريع. يلا. خلاص. نجيب راشد من كليفلاند أوهايو، منسق المؤسسة المسيحية بالانتشار. بدي بس طلب صغير، أن وقت عم نبعث طلبات التسجيل للقنصلية، نحن بنشتغل مع ديترويت مثلا، نبعثها هوني بيبعتوها على الخارجية، ومن الخارجية لحضرتكم على الداخلية. نتمنى أنه من بعد ما توصل بالداخلية ترجع تترد من بعد ما تتسجل على الخارجية، ومن الخارجية تنرد على القنصلية. حتى هل بصير. لا ما عم بتصير بلا. ما عم بتصير. تاخد أكيد من 7 إلى 8 أو 9 أشهر، وما بيرجع له هالشخص إذا تسجل أو لا. يعني الشخص هو بنفسه بده يرجع هو يتصل بضيعته أو بمأمورية النفوس بلبنان تيشوف إذا تسجل أو لا، بينما ما عم تصل له الجواب إذا وصل أو لا. باستعادة الجنسية كله عم يتبلغوا بنفس النهار. لا ما عم بحكي عن استعادة الجنسية بس، عم بحكي بأي تسجيل عم بيصير هلا عن جديد. عن جديد رجعنا شددنا على كل الموظفين يرجعوا يبلغوا الخارجية، والخارجية تبلغ السفارات. أنا بدي أتشكركم بدي أتشكر الجميع اللي تحدثوا، وبدي أتشكركم لاستماعكم، وبدنا ندعيكم على الغداء، أخذتوا وقت كتير. شكرا لكم.